طيب خلينا نروح لتصريح الأسبوع. هالمرة تصريح مختلف، هو فيديو بنعرض لكم للمحلل السياسي الكويتي مشعل النامي بعنوان أخطر ما فعلته قطر تجاه دول المنطقة. موضوع اليوم هو عن سبب الخلافات الخليجية القطرية، وأقول الخلافات وليس الخلاف اللي من الدول الأربع حالياً ضد قطر. بداية المشكلة كانت في سنة 2006 عندما أقامت قطر منتدى المستقبل بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، ونتج عن هذا المنتدى أو المؤتمر اتفاق سمي بخطة التغيير المستقبلية بين أمريكا وقطر، يحط مناهج لتقطع الصلة بين الحاكم والمحكوم اللي هي بالنسبة له كما تقول نظريته أنها قائمة على الطاعة، فإذا انقطع حبل الطاعة انتهت العلاقة بين الحاكم والمحكوم. لذلك فإن كل تحركاتهم تدور حول هذا المبدأ. طبعا للحين احنا قاعد نتكلم عن قطر، أكاديمية التغيير مقرها قطر اللي دربت هذيل، وبدأ هؤلاء بتوجيه البوصلة نحو دول الخليج وبدأوا يدربون شباب الخليج. لكن تعرفون شباب الخليج صعب يعني تقول له اسقط النظام أو واجه المسيل الدموع أو واجه الشرطة أو واجه الأمن، لذلك لجأوا إلى أسلوب أنعم. الأسلوب الأنعم والأكثر قبولا كان اسمه ملتقى النهضة، أول سنة سووه بالبحرين، يرأسه أو المشرف العام عليه سلمان العودة، والمدير العام واحد اسمه مصطفى الحسن، ويجمع بين يعني اللي حاضرون فيه مجموعة من ليبراليين مع بعض الشيعة مع بعض وأكثرهم البقية من الأخوان المسلمين. ما يخفى عليكم الرئيس من الأخوان المسلمين أو المشرف العام والمدير العام، وكذلك المنظر اللي وضع الكتب والمناهج اسمه جاسم سلطان. ملتقى النهضة هذا حطوا إعلان أن أنت راح نعلمك وراح نثقفك وراح نحطك مع مجموعة من المثقفين في معسكر مغلق في فندق، وتقعد معاهم طول اليوم وتتعلم وتتدرب منهم، وقيمة الاشتراك 10,000 ريال. طبعا كانت الشريحة المستهدفة بالدرجة الأولى هم الشباب السعوديين وبقية مواطني دول الخليج. طبعا احنا ما نتبلى على احد، افتح جوجل اكتب وائل عادل ملتقى النهضة راح تلقى هذه الصور. اول صورة راح تلقون هذه، تفتحونها تلقون وائل عادل حاط الصورة هذه يدرب الشباب على مواجهة مسيل الدموع، هذا الشرطة وهذا مسيل الدموع، ويتكلم عن مواجهات الامن وفي محاضرة اسمها مقاييس القوة. اليوم هناك من يعشم أصحاب القرار في قطر بأن هذه مرحلة تحملوها شوية وراح يجي بعد ترامب رئيس ديمقراطي وتكملون المشوار وستصلون إلى إسقاط الأنظمة في المنطقة وتفكيك وتقسيم المنطقة، وتكونوا أنتوا أكثر دولة متماسكة وأنتوا الدولة اللي احنا متعاونين معاها من البداية، وراح تكونوا أنتم أسياد المنطقة لأنكم الدولة الوحيدة التي لم تسقط. هذا الملتقى والمشروع اللي شفتوه ملتقى النهضة وأكاديمية التغيير التي كانت برعاية قطرية وموجهة للدول العربية ودول الخليج، هذا هو سبب الأزمة الرئيسي الذي نعيشه اليوم. وطبعا هذا هو خلفيته هو الاتفاق الأمريكي مع الحزب الديمقراطي، الاتفاق الأمريكي مع قطر. طبعا الدول اللي اتخذت إجراءاتها ضد قطر صبرت كثيرا على السياسة القطرية وضغطت السعودية بشكل كبير وبشكل مباشر من الملك عبدالله سنة 2012 حتى أغلقت أكاديمية التغيير، تم إغلاقها فعلا، لكن تم المماطلة وتم تمويل تحركات هنا وهناك وتمويل بعض الأخوان في أوروبا وتركيا وحتى داخل دول الخليج على الفوضى وإثارة الإشاعات والتهجم على أنظمة دول الخليج. وموضوع ملتقى النهضة وأكاديمية التغيير وحده كان كافي لأن تقوم الدول المقاطعة بهذه الإجراءات وأكثر، يعني هم ما يلامون أبدا على هذه الإجراءات. يعني حتى طب أنا أصلا كنت أحلم أجلس مع 100 شاب من السعودية يعني قاعد يقول حقائق صادمة
وحقائق يعني وفضائح لقطر وأكاديمية التغيير وملتقى النهضة. ونشكر مشعل الحقيقة المنامي هذا المحلل المتميز على هذا الرصد. يعني أنا أقول بعد كل هذا هل بقي من يتعاطف مع قطر أو مع موضوع يعني اللي سوته دول يعني المقاطعة يوم قاطعة قطر؟ شوف، أول شيء يا أبو سلمان أنا أشكرك على هذا السؤال الجميل. فعلا أنا أشوف الأخ المحلل السياسي الجيد مشعل طبعا زي أي الناس يأخذ من كلامي يرد، لكن الحقيقة أنا يذهلني باستمرار هذا له مقاطع كثيرة. صحيح. أتمنى الناس تشوف في اليوتيوب عنده أرقام وحقائق وأسماء ويذكر واحد اثنين ثلاثة، ولما ترجع أنت 2011 تلاقي فعلا كنا ذاك الوقت الأشياء ما أخذناها بمأخذ الجدية. الشيء الثاني، حنا بأهل بالعرفة جينا حاولنا دائما أننا نحسن الظن في قطر، والناس لما هاجموا وهاجموا نقول يعلى لعل وعسى ولعل وعسى. تعرف لما يكون عندك شقيق أو أخ وتتحمله مر ومرتين وثلاثة وهو شقيق، بعدين جاب لك المشقة وهو شقيق وسوى لك شق في الصف، ما عاد تتحمل أبدا. أنا إلين تدويل الحرمين خلاص على قول أم كلثوم فاض بي ومليت، ما عاد أقدر أتحمل. كنت أبرر وأمشي ونعدي، لكن يوم وصلت لتدوير الحرمين، تدوير الحرمين ببساطة وجعلها منطقة دولية. نحن الله كرمنا بخدمة الحرمين، ملكنا يحمل اسم خادم الحرمين، ونحن أيضا مدام ملكنا خادم فحنا من باب أولى. الله عز وجل خلانا أسياد لأننا خدم للحرمين، خادم القوم سيدهم، وكذا تقول العرب. احنا كنا صرنا أسياد بصفتنا أننا نشرف على الحرمين ونخدم ضيوف الرحمن، نسميهم ضيوف على الرحمن ونخدمهم. يوم وصلت الهلال كما قال يعني سعادة معالي المستشار، لا معالي المستشار سعود القحطاني، قال تدوير الحرمين طرح الموضوع هو مؤامرة على السعودية وإعلان حرب. عادل الجبير أيضا وزير خارجية قالت على حرب، إعلان حرب ما دام أنت الآن أعلنت احنا ما عاد نقدر نتحمل أبدا. أنا أقول لك طز بالحمدين وطز بكل الأنظمة اللي بتجي لتصل للحرمين، ما عاد بقي لك أحد. أنت إذا كان طعنت في أقوى مقدسات في الكرة الأرضية ما عاد تتحمل أبدا. ما في زي ما يقول كل المغردين قالوا ما في أبدا، يعني ما في إيش يسمونها وسطية أو تفكير عقلاني في هالموضوع نهائي. أنت وصلت ودخلت بيتي لازم أقتلك، أنا ما أتحمل أبدا. وصلوا الحرمين، تدوير الحرمين مع الأسف الآن قطر تنظيم الحمدين، خلينا نركز لأنه هو اللي شغاله في اندونيسيا وفي الهند وفي باكستان يدفعون رشاوي عشان يهيجون القضية هذه تدوير الحرمين. أبدا حنا ما نتحمل ولا نقبل ولا نسكت أبدا. وانت شفت أنه الحرمين الحمد لله الله عز وجل بقدرته اختارنا أننا حنا نكون خدم للبيتين الحرمين الشريفين والمقدسات في بلادنا، ولا يمكن أبدا نقبل في المهاودة. فأنا من بعد تدوير الحرمين يعني الموضوع اكتشفناه، والله كنت دائما أقول يمكن أن السعودية تبالغ، يمكن أن السعودية يعني ذا، والناس يسألوني ولا ألقى جواب. الآن يوم كشروا عن أنيابهم وفسخوا ملابسهم واتضحت أن الأمور تدويل الحرمين أنك أنت وصلت للمرحلة، لا ما في حياة أبدا ولا في أبدا أنصاف حلول نهائي، مو خط أحمر، هذه 10 خطوط حمراء. يعني الله خصنا بهذا الفضل وبهذا الشرف، وأن يصل الأمر أن تمس يعني يمس شيء من سيادة المملكة بالتأكيد. والأمر الثاني، نعم، يعني حكومتنا اتخذت قرارها بالمقاطعة وبالإجراءات اللي اتخذتها هالمرة على هذا التصرف وعلى هذا الدور اللي قامت فيه قطر، اللي رد عليهم قبل ما حكومتنا الشعب السعودي كله. نعم، نعم. كلنا لا نقبل أو نرضى أن أحد يعني يتحدث أو يستغل الحج أو يسيس الحج أو المشاعر المقدسة، بل العرب والمسلمين وأكثر من 1 مليار مسلم كلهم بالتأكيد غاضهم ما حدث. أكيد أكيد. أنت شفت مشعل أخونا مشعل قال أنه في 2012 الملك عبد الله ضغط عليهم في يعني أكاديمية التغيير، الملك عبد الله الله يرحمه بحلمه ذا مشى مشى. الآن إحنا مع الأسف كنا أول نقول لعله يمكن أنه يعني ردة فعلنا كانت قوية، وثاني فعلا في خلف الكواليس أشياء لا ندري عنها. الآن لما وصلت تدويل الحرمين أنا أعتقد خلاص انكشفت الأمور. بالتأكيد وأكيد، يعني دام الموضوع وصل هذا الحد فنقول لهم خبتم وخسئتم، يعني أن يصل الأمر إلى هذا الحد أو يعني موضوع تدويل الحرمين. نعم، وهي إعلان حرب، إعلان حرب على السعودية ومؤامرة على السعودية كما قال كبار المسؤولين السعوديين. طيب إحنا مكملين، خلنا نطلع هذا الفاصل القصير وبعد الفاصل نرجع لكم.